قالت وزارة الإعلام إن 87% من المواطنين يرون أن رؤية كويت 2035 تلبي طموحاتهم المستقبلية، وأن 83% منهم يؤكدون أهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير الوظائف. هذه النتيجة جاءت وفقاً لاستطلاع أجرته وزارة الإعلام لآراء المواطنين حول رؤية كويت جديدة، فيما أكد وكيل وزارة الإعلام رئيس فريق الدعم الإعلامي لخطة التنمية محمد العواش أن رؤية سمو أمير البلاد تهدف إلى ضمان مستوى معيشي مرتفع للمواطنين وللأجيال القادمة. بعد استطلاع لوزارة الإعلام شمل المحافظات الست، قالت الوزارة بأن 87% من المواطنين يرون أن رؤية كويت 2035 تلبي الطموحات المستقبلية لهم، وأن 83% منهم أكدوا أهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير الوظائف. وأظهرت نتائج الاستطلاع وفق بيان للوزارة أن 67% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يتفقون بأن يكون دور الحكومة منظما ومشرفا على الخدمات، مبينة أن أقل من نصف المواطنين لا يعلمون بأن تطوير التعليم هو أحد أهم المواضيع التي تتناولها الرؤية على سبيل المثال. وأظهر الاستطلاع من الذين شملهم بعض المخاوف التي ستعرقل تحقيق الرؤية، والتي تصدرها الفساد بنسبة 58%، تلاها الواسطة والمحسوبية بنسبة 45%. وكان الاستطلاع قد شمل أحد أهم المشاريع المطروحة ضمن الرؤية، وهو مشروع تطوير الجزر الشمالية المسمى إقليم الحرير، حيث تبين أن 75% من المواطنين سمعوا بالفعل عن المشروع، خاصة لدى المواطنين الذكور، ويعتقد 90% منهم أن هذا المشروع الضخم سيسهم في جعل الرؤية واقعا ملموسا، ويسهم في القفز بالكويت إلى مستويات تنموية جديدة تلبي طموحاتهم. كما بينت النتائج أن 90% من المواطنين يدعمون تنفيذ المشروع بشكل كبير، لافتة إلى استعدادهم لحث ممثليهم في مجلس الأمة لمساندة ودعم المشروع عبر سن قوانين وتشريعات تسهم في نجاحه وتنفيذه على أرض الواقع. وأضافت أن حوالي 80% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يتفقون على أن يكون للإقليم الاستقلال الإداري أسوة بالمناطق المشابهة في العالم مثل هونغ كونغ وجبل علي، وأن يكون للإقليم قوانينه الخاصة بما يتفق مع الدستور الكويتي وسيادة الدولة على أراضيها، وأن يكون للمنطقة مجلس أمناء مستقل يقوم بإدارة الإقليم. وذكرت أن 66% من العينة وافقت على أن يرأس هذا المجلس خبير أجنبي لديه خبرة في إدارة هذا النوع من المناطق، كما هو معمول به في المناطق الدولية الأخرى المشابهة. من جهته أكد وكيل وزارة الإعلام رئيس فريق الدعم الإعلامي لخطة التنمية محمد العواش أن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد كويت 2035 تتطلع إلى ضمان مستوى معيشي مرتفع للمواطنين الكويتيين وللأجيال القادمة من خلال الانتقال إلى اقتصاد مستدام تتعدد فيه مصادر الدخل ويعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعقول المبدعة، ويلبي متطلبات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. كما أشار العواش إلى إيمان الحكومة بأن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا بدعم وتأييد المواطنين لها، كونهم المورد الأساسي للنجاح والضامن لاستمرار تنفيذ هذه الرؤية متعددة المراحل. حمد النبهان، الرأي.